يا خير الناصرين، يا عزيز يا مقتدر، انتصر لعبادك المؤمنين، فإنك تعلم ما حل بأمة نبيك سيدنا محمد، وليس لها من دونك كاشفة. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عني الدين وأغنني عن الفقر. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم أنت الرازق ذو القوة المتين، أنت خير الرازقين، ترزق من تشاء بغير حساب، سبحانك رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. ربي أنت الذي خلقتني، وأنت الذي تهديني، وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت الذي تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين.